ماما. ايه يا حبيبتي؟ انا رايحة الدرس يا ماما. ايه اللي خلاكي تعدي عليا هنا يا امنية؟ انا قلت ماما اعدي عليك بعد كده اروح الدرس. خلاص ماشي يا حبيبتي. فطرتي يا حبيبتي؟ اه يا ماما فطرت. خلاص ماشي، روحي وخلي بالك على نفسك. ماشي يا ماما. ماشي، مع السلامة يا حبيبتي. الشمش بتاعي متقطع بصلحه. انت ما عندكيش ولا كوتشي ولا حاجه؟ ما تخلي باباكي يجيب لك هدوم. ما عندكيش غير الهدوم دي اللي بتروحي بيها الدرس؟ انتوا شحاتين ولا ايه؟ يا عشان نروح الدرس يعني. اتأخرتوا كده ليه؟ أمنية كل شوية شبشبها يتقطع واحنا جايين في السكة، وكل شوية تقعد تعمل. طب قومي من جنبي يا أمنية واقعدي جنب انت يا مكة عشان شبشبك مقطع. انتي ليه ما بتخليش أمك تجيب لك كوتشي زينا؟ هو انتوا شحاتين ولا فقراء ولا ايه؟ أنا اقعدي جنب انت يا مكة. ليه بس يا كيمو؟ انتي شبشبك مقطع. ماشي يا كيمو. شبشبها مقطع. انت ازاي تيجي الدرس بشبشب ما تيجي بكوتش؟ وانت اهلك فقرا ولا ايه؟ يا ام شبشب مقطع، يا ام شبشب مقطع، يا ام شبشب مقطع. ازيك يا اولاد؟ ازيك يا مستر. مالك يا امنيه؟ في حاجه مزعلاكي ولا ايه؟ عايز اقول لك حاجه يا مستر. قول يا كيمو. أمنية جاية الدرس بشبشب مقطع، مش المفروض تيجي بكوتشي زينا؟ أنت مالك أنت تلبس أكل إيه؟ أنت مالك تلبس شبشب ولا تلبس كوتشي؟ مستر نفسي تبقى زيها، أوصل لنصها حتى بتطلع من الأوائل. مستر أنت بتلبس وخايف. مستر عايز أقول لك حاجة، كيمو النهاردة كان عمال يقلس عليها ويطبل ويقول لها أمنية جاية بشبشب مقطع وعمال يعيب عليها. خلي بالك هشتكي لأبوك وأقول له ابنك بليد. مش كفايه ان انت بليد وبتطلع على امنيه؟ ينفع؟ معلش يا امنيه، وعايز اقول لك على حاجه، مش باللبس ولا بالشباشب. ماشي يا حبيبتي؟ معلش يا امنيه، معلش يا امنيه ما تعيطيش. تقولي معلش وانت اللي عيبتي عليا، انت كمان معايا ولا وانت كمان هشتكي لابوكي. وانت كده الواجب؟ يرضيكي لو انت مكاني انا عيب عليكي يعني؟ غلط غلط والله. النهارده انا اشتكي لابوك. برضه غلط غلط. وانت كمان هتشتكي لابوك. المره الجايه بقى انت وهي لو جيتوا الحصه مش مذاكرين مش هديكوا درس تاني، عشان تعرفوا تعيبوا على امنيه كويس. ماشي؟ هاتي الواجب بتاعك يا أمنية. صح صح، بسم الله ما شاء الله عليك يا أمنية، جدع يا أمنية. ولو حد منهم كلمك تاني قوليلي، وهتكون آخر حصة لي. شكرا يا مستر. النهارده بقى ناخده ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ خلصت درس يا ماما. مالك مش مبسوطة ليه؟ مالك يا أمنية؟ يا ماما أنا ماشية يا ماما مع صاحبتي يا ماما، الشمس بتاعي اتقطع، واحنا كل السكة الشمس بتاعي كان بيتقطع،
صاحبتي يا ماما قالت ان صاحبي كل ما قعد يستعد مني وصاحبي قعد يقول لي يا مشمشم مقطع يا ماما. زعليش يا حبيبتي. ماما انا متضايقه قوي، انا مش هروح الدرس تاني يا ماما. لا ما ينفعش ما تروحيش الدرس، ما فيش دعوه بصحابك، ولازم اهم حاجه تروحي الدرس عشان تطلعي دكتوره ولا مهندسه تشرفيني يا حبيبتي. لا يا ماما انا صعبه مني جامد، مش رايحه الدرس تاني. لو عايزه اروح الدرس جيبيني يا ماما. بصي يا ماما عايزه كوتش يا ماما اروح في الدرس يا ماما، وكمان عايزه هدوم جديده عشان يا ماما اروح لاصحابي يا غزوه. والنبي يا ماما انا غدر يا ماما. على عيني والله، بس انا معيش فلوس وانت عارفه يا امنيه، هجيب لك منين؟ يا ماما النبي تصرفي والنبي يا ماما عايزه متضايقه قوي. حاضر يا امنيه، روحي انت البيت وانا هتصرف يا حبيبتي، ما تعيطيش خلاص، ما تزعليش يا حبيبتي، روحي دلوقتي وانا هتصرف. ماشي يا ماما النبي عشان خاطر يا ماما تصرفي. حاضر يا حبيبتي. هجيب لها منين انا؟ يا ام امنيه قاعده كده ليه؟ عامله ايه؟ ظبطت لك العربيه خلاص. شكرا. زحت لك وظبطتها لك. شكرا. بالك مش مبسوطه ليه؟ بصراحه بنتي لسه معديه عليا وبتشبشبها اتقطع وهي ماشيه مع اصحابها. اصحابها قعدوا يتريقوا عليها ويقولوا لها ماشيه بشبشب مقطوع وجيبي كوتشي. وانت عارفه يا حاجه هند انا معيش فلوس خالص اجيب لها، ده انا بدفع لها فلوس الدرس بالعافيه. معلش ما تزعليش نفسك. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي. ما عندكيش كوتشي من عيال احفادك؟ احفادي؟ كوتشي بس على قد امنيه. ده انا احفادي بيبي لسه صغيرين. خلاص يا حاجه هند خدي بقى دي كده. لا يا حاجه هند انا مش بقول لك كده عشان خاطر فلوس، انا بسالك بس. ماشي يا حاجه هند شكرا. ربنا معاكي بقى. ربنا يخليكي يا حبيبي. مش عارفة اعمل ايه. يا رب احلها من عندك يا رب، دي بنتي الوحيدة ونفسي بصيتها يا رب. الصوت ده؟ ده صوت تليفون. بيفتح ازاي ده؟ الو. ايوه انا لقيت التليفون ده تحت العربية. لا انا بمس عربيات، مش همشي من هنا. انا في المعمورة في شارع 8. ماشي انا واقفة مستنياك اهو، ما تتأخريش عليا والنبي. ماشي. ايوه انا مش شايفاكي. ايوه تمام. تليفونك ده؟ ايوه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. ازاي وانت معاكي تليفون؟ ما ده تليفون جوزي، امال كنت هوصل لك ازاي؟ طب اتفضلي تليفونك اهو. ربنا يخليكي. انت لقيتيه فين؟ لقيته تحت العربيه هنا. والله ما عارفه اشكرك ازاي. لا هو انت بتمسحي عربيات في الشارع هنا؟ انا بمسح عربيات. بس غريبه يعني بتمسحي عربيات ويعني التليفون ده سعره غالي قوي، اي حد غيرك كان ممكن طمع فيه اخده ومشى. طب انا هشغل بالي ليه؟ بكام ولا مش بكام؟ ده مش تليفوني وما ينفعش ادخل على بيتي حاجه حرام. ده انا بيتي محتاجه جزمه مش عارفه اجيبها لها. والله انت ست طيبه ومحترمه ومفيش منك كتير، وربنا هيبارك لك في بنتك دي. ربنا يخليك يا مدام. اتفضلي دول. لا شكرا انا مش عاوزه. والله تتفضلي. لا لا شكرا. مش ليكي دول لبنتك، هاتلها احلى طقم وهاتلها احلى جزمه وخليها ماشيه فرحانه كده. انت ست طيبه وربنا يبارك لك في بنتك يا رب. ربنا يخليكي. واللي بيعمل خير بيلاقي خير. والله والله انا لسه مكلمه ربنا في الحته دي، بقول يا رب حلها من عندك.
ربنا حلها لي بسرعه كده، ده ربنا ده كريم. وبعد كده هعدي من الشارع ده كتير وهسال عليكي، ولو احتجتي اي حاجه قولي لي على طول، اعتبريني من النهارده زي اختك. ربنا يخليكي يا مدام. انا ومامة حياتي. ماشي، ربنا يخليكي يا مدام. اتفضلي. ماشي، شكرا. شكرا ليكي قوي. الحمد لله، والله ربنا ده كريم. هروح افرح امنيه بقى. لسه زعلانه؟ اضحكي بقى، يلا اضحكي. بصي ماما جابت لك ايه. ماما ايه يا ماما؟ ايه ده بتاعي يا ماما؟ اه بجد يا ماما. والله ربنا رزقنا النهارده برزقك. وبصي جبت لك برده طقم جديد. بصي يا امنيه، بصي جبت لك طقم جديد اهو يا امنيه، وطقم تاني اهو. بصي الله، ربنا يخليكي ليا يا ماما. مبسوطه يا حبيبتي قوي يا ماما؟ ربنا يخليكي ليا. الله ده جميل قوي. يلا خشي اقصي الهدوم دي، يلا تعالي لي بسرعه. يلا ماما بصي رايك يا ماما. الله يا امنيه، حلو قوي. بس الكوتشي واللون البنك ده حلو قوي عليكي يا ماما. شكله جميل قوي يا ماما. مبسوطه يا حبيبتي قوي يا ماما؟ انا حاسه انا فايقه بالفرح يا ماما. حلو قوي يا امنيه عليكي. انا مبسوطه يا حبيبتي عشان انت مبسوطه. ما انا ماما فرحانه يا ماما بيكي قوي يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. شكرا يا ماما عشتي جبتي لي يا ماما كرسي جديد ده، وكمان هدوم كمان. ادي حضني بقى كده، اروح الدرس وانا مبسوطه بقى. ماشي حبيبتي، يلا بقى نتغدوا. يلا يا ماما.